الفيديو. شوف السلام عليكم الاخوات. انتم انا بدلت الزيت. المهم راه الفيديو الاول وانكم كيفاش بدلت الزيت وكيفاش تبدلت الفلتر اللي تيكون تمايا. المهم هذا ماشي هو الموضوع تاعنا. بين لكم واحد البارتي اللي انا متحسب الكيلومتراج انا كيفاش ترجع الزيروات يعني كيفاش ترجع الزيروات المهم الكيلومترات. يلا بدلت الزيت باش عارف شحال ضربات ليك وشحال باقي ليك واش عاد تبدلها. بحال هذه هي فيها 500. احنا قاعدين نديروا اشهار التوتال عنده فيها 5000. المهم هو الزيت. المهم مش هذا هو الموضوع تاعنا. المهم الموضوع تاعنا على كيلومتراج وكيفاش انك ترجع الزيروات ترجعهم من الزيروات. الله يديك السلامة. انا هما واش كاين هنا وكذا طيب حيت كبرس حيت لك مصحيح. الله يديك السلامة. ديرها مرجو تشوف المدنة. لا باقي باقي دابا غتبدلو الصوت. دابا دابا الصوت هو بيت الكل. شتي هل ديرو اللعبة باش تفضل بطبش اللعبة عندك. المهم انتم هو انا او ارجع الزيروات يعني كيلومتراج. انا بغا تبتل الزيت يعني هما مكتوبة هنا تريب. انا مكتوبة هنا تريب ومكتوبة كيلومتراج يعني كيفاش يبدلها يعني انا كيكون شحال ضرب في الكيلومتر يعني كتوطع عليها دوب جوج في مرة يعني كدير ديك التريب كيلومتر وتوطع على هادو جوج في مره يعني كيرجع الزيروات. بالنسبه للطريقه ديك كيكون هاد اللعبه هادي كتكون في شحال موتور بحال بينيني اس اش يعني الموتور اللي هما عندهم كونتور ديجيتال يعني الطريقه دي تعبر شحال دوزتي في الزيت من الكيلومتراج يعني كترجع داكشي الزيروات وكيعاود يحسب من الزيرو الا بدلتي الزيت يعني شحال ضربات الزيت من الكيلومتراج. ومزيان هاد اللعبة هادي باش تعرف الزيت تاعك شحال ضربة ولعبة تلصق مع الطلاء في الموتور تلصق مكولي ليك.